أبو الفضل إلى الخيام، وإذا بالأطفال احتاطوه من كل جانب ومكان، ينادون العطش العطش، فأبات هيبته وروحه الحيدرية الحسينية أن يسمع الأطفال ينادون العطش العطش. هذا وهو يمتلك اليدين ولا يحرك ساكنا، رجع أبو الفضل العباس إلى أبي عبد الله، قال: سيدي أبا عبد الله، إذن لي بالبراز، فلقد سئمت الحياة وضاق صدري، وأريد أن آخذ بثأري من هؤلاء المنافقين. قال الحسين: إذا عزمت على ذلك فاذهب واطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. فذهب أبو الفضل العباس إلى القوم ووعظهم وحذرهم غضب الجبار، فلم يعبأوا ولم يهتموا لذلك. ثم أنه رجع إلى الحسين يخبره بما دار بينه وبين القوم، ثم أنه توجه نحو المشرعة حاملا القربة وآمال كثيرة وكبيرة أنه يحمل فيها الماء ويسقي زينب وعيالات الحسين. أجركم الله. ثم أنه توجه نحو الفرات وكان عليها 4000 فارس، فكشفهم بالشجاعة الحيدرية والنفس الحسينية، فلم يستطع أحد يثبت أمامه. ثم أنه لما وصل إلى المشرعة نزل من على ظهر جواده واغترف غرفة من الماء، ثم أنه رمى الماء من يده وقال: يا نفس، بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. شلون أشرب وخوي حسين عاق، وياي فدوة إلك. شلون أشرب وخوي حسين عاق، وسكنا والحرام واطفال رب، وظن قلب العليل التب، وظن موت دنا والعمر قصر. ثم أنه ملأ القربة بالماء وامتطى جواده متوجها نحو الخيام، نادى عمر بن سعد: ويلكم، والله إن وصل الماء إلى الحسين وشرب منه العباس والحسين لا يتركان منكم نافخ نار على هذه المعمورة. قالوا: إذن ماذا نصنع؟ قال: ويلكم، حولوا بينه وبين الخيام، يعني بينه وبين زينب. وفعلا قطعوا طريقه فصاروا يرمونه بالنبال والحجارة حتى صار يا درعه كالقنفذ من كثرة السهام. كل ذلك لم يعبأوا به أبي الفضل العباس أيها الناس، وإذا يا بهم اعتمدوا طريق الحيلة والغيلة والغدر، إذ كمن له ملعون من وراء نخلة فضربه على يمينه فقطعها. أي رحم الله من نادى، أيوا سيدا، أي رحم الله من نادى، أيوا عباسا. أيها الناس، إن يد أبي الفضل العباس قد قطعت، يعني أنه جزء من قلب زينب قد سقط معه. أين المنادي ثلاثا وعباسا؟ أيوا سيدا،
أيوة مظلومة. ثم أنه قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي المصطفى الطاهر الأمين. ثم أنه أخذ السيف بشماله وضم اللواء إلى صدره. ثم أنه كمن له ملعون فضربه على شماله فقطعها. أيوة عباسا عند ذلك ماذا يصنع أبو الفضل؟ صايح يا زينب أي ستم عيون يا أبو فاضل نظرة والله يا سيد ما عود والسيف ما ينشال يا زينب بلا يزنوي. أيها الناس فلنستعد وإذا به لم يعبأ بذلك إن الذي أعاق أبو الفضل العباس لما جاء السهم واخترق تلك القربة فأريق ماؤها. هنا تحير أبو الفضل لا يستطيع أن يرجع إلى الخيام بغير الماء ولا يستطيع أن يرجع إلى النهر حيث لا كف. أيها الناس إن ذلك يقطع القلب ويدمي القلب أكثر ويقرح العيون. ما سوف أنقله على مسامعكم يقول بينما هو كذلك وإذا بلعين هوى بعمود عليه العباس لا يراه حيث أن عينه جاءها سهم والأخرى جمدت عليها الدماء. بينما هو كذلك وإذا بذاك اللعين قال له أين قولك الذي قلت إني أنا ابن حيدر أكلكم أو أعرف عند الزمجر أين قولك؟ فقال له العباس والله لو كانت يداي موجودة. والله لو كانت يدي موجودة لما استطعت أن تتجرى. أيها الناس بينما هو كذلك هوى عليه اللعين فضربه على أم رأسه فسقط مناديا أخي أبا عبد الله ادركني يا حسين.